بدأت في مديرية صيرة في محافظة عدن أعمال مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي الذي يشمل مختلف شوارع وأحياء مدينة كريتر. إلى التفاصيل وتقرير الزميل عبد القوي عبد الرقيب. بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، نفذت مؤسسة يدا بيد للتنمية مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي في مديرية صيرة بمحافظة عدن صباح اليوم، والتي تتمثل بعملية تنظيف الشوارع ورش المبيدات ونقل القمامة. يستمر المشروع لمدة 6 أشهر ويشمل مختلف مديريات محافظة عدن. وفي تصريح للأستاذة وردة السيد رئيسة منظمة يدا بيد للتنمية، ثمن الدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لهذا المشروع وغيره من المشاريع المختلفة في محافظة عدن ومختلف محافظات الوطن. وحيث قالت: نحن اليوم متواجدين في مديرية صيرة، وهذا ليس اليوم الأول لنا، فنحن متواجدين من تاريخ 8 مارس. هي اليوم نحن نواصل الحملات في مديرية صيرة. يأتي هذا المشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث يهدف هذا المشروع الذي يستمر لمدة 5 أشهر للتخفيف من شحة الإمكانيات اللي بيعاني منها صندوق النظافة. كما أن هذه الحملات النظافة تأتي مزامنة مع وباء الكورونا المنتشر في مختلف العواصم دول العالم، لذلك سوف يعمل هذا المشروع للتخفيف من هذه الأمراض المنتشرة لا قدر الله ووباء الكورونا المنتشر. المشروع هذا في 160 عامل من عمال العاملين في الميدان، وسوف يهدف هذا المشروع أيضا إلى تقديم الأدوات والمعدات والمحروقات والزيوت إلى صندوق النظافة. سوف أيضا هذا المشروع مثل ما قلنا سوف يهدف إلى التخفيف من شحة الإمكانيات في هذا الصندوق. عبد القوي عبد الرقيب، قناة عدن الفضائية، عدن.